أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. يحضر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مراسم قرعة دوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والمقرر إجراؤها في 7 من مساء اليوم الأربعاء بأحد فنادق القاهرة. وكان الأهلي قد تأهل لدوري المجموعات بعد تخطيه منان الجابوني بالفوز في الذهاب برباعية دون مقابل، وفي الإياب في الجابون بثلاثية مقابل هدف. والآن ينضم إلينا عبر الهاتف مراسلنا محمد سعيد. محمد، أهلا بك. أهلا بيكي وأهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. عايزين نعرف الإجراءات والتصنيف الخاص بالقرعة والجديد قبل ساعة من بداية القرعة. يمكن في هذه اللحظات مسؤول الاتحاد الأفريقي بيستعد لإجراء مراسم قرعة بطولتي دوري الأبطال الأفريقي وكأس الكونفدرالية، وكانت لجنة المسابقات الخاصة بالبطولتين في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كانت أعلنت تصنيف كلا البطولتين بالنسبة لدور الأبطال. يمكن تم تصنيف الفرق التي تأهلت لدور الـ 16 ودور المجموعات إلى 4 تصنيف، يعني تصنيف في الأول الأهلي والوداد والنجم الساحلي التونسي ومازيمبي الكونغولي، التصنيف الثاني الترجي التونسي ووفاق الطيف الجزائري وزيسكو الزامبي وصن داونز الجنوب أفريقي، والتصنيف الثالث مولودية الجزائر كامبالا سيتي الرواندي حورية كوناكري الغيني مبانس وسوازيلاند، والتصنيف الرابع الدفاع الحسني الجديد المغربي واول اغسطس الانجولي وتاون شيب رولز بوتسوانا واي اس بورتو قتل توبو. يمكن التصنيف الاتحاد الافريقي او لجنه المسابقات بالاتحاد الافريقي اعتمدت على نتائج اخر 5 سنوات واخر 5 بطولات بالنسبه للانديه التي تاهلت في دور المجموعات من بطوله 2013 حتى اخر بطوله عام 2017، واعتمدت بعدد نقاط، يعني اذا وصلت للمباراه النهائيه تحصل على 6 نقاط اذا فزت باللقب، 5 نقاط اذا كنت وصيف، 4 نقاط اذا كنت وصلت للسيمي فاينال، 3 نقاط اذا خرجت من دور المجموعات، وبخلال هذه النقاط والمجموعه التراكمي للنقاط يبدا العدد التراكمي وضرب النقاط في النهايه يحدد الفريق الاكثر نقاطا يقوم في الاعلى تصنيفا. ده بالنسبة لدور الأبطال الأربع مجموعات أو الأربع مستويات التي تم إعلانها، والأهلي يعتبر فيها المستوى الأول وبالتالي يبتعد عن الوداد المغربي والنجم الساحلي التونسي ومازيمبي الكونغولي في مرحلة دور المجموعات. أما بالنسبة للكونفدرالية بالتأكيد الفرقة التي خسرت في دور الأبطال تتأهل إلى الدور التالي في الكونفدرالية، ولا تلعب مع الفرقة المتأهلة من دور ال 32 في الكونفدرالية، بحيث تم تصنيف الأربع أو الفرق التي تأهلت إلى 4 تصنيفات، يعني المستوى إيه هو الخاسر من دور الأبطال زي الهلال السوداني، سان جورج الأثيوبي، فيتا الكونغولي، وزناكو الزامبي، والمتأهل من دور الكونفدرالية أو بطولة الكونفدرالية اتحاد العاصمة الجزائري، سوبر سبورت الجنوب أفريقي، هلال أوبايد السوداني، وإنيمبا الناجيري. مجموعة إيه اللي فيها الهلال وسان جورج وفيتا وزناكو ستواجه ال 12 فريق المتأهل من دور ال 32 الكونفدرالية وهي مستويات أقل. لكن على الجانب الاخر المتاهل من دور ال 32 في الكونفدراليه المستوى دي اتحاد العاصمه سوبر سبورت هلال اوبايد نيمبا النيجيري سيواجه الفرق الخاسره من دور الابطال والمتاهله زي اسيك ميموزا ومونانا الجابوني اللي كان بيواجه النادي الاهلي، ثم بعد ذلك بعد ان تقام هذه المباريات خلال شهر ابريل ستكون هناك قرعه اخرى لمجموعات الكونفدراليه بحيث يتم تصنيف برضه الفرق الى 4 مستويات وستقام على 4 مجموعات مثل دور الابطال. كابتن سعد عبد الحفيظ هيكون حاضر عن النادي الاهلي، وهناك 3 من نجوم كره القدم في القاره الافريقيه تم تعيينهم كسفراء للاتحاد الافريقي خلال عام 2018 لسحب مراسم القرعه النهارده، ابرزهم طبعا كابتن حازم امام نجم الزمالك والكره المصريه، وايضا ماركي فيش نجم الكره في منتخب جنوب افريقيا اللي حايز على بطوله افريقيا سنه 96، ومعه ايضا النجم الانجولي ونجم النادي الاهلي سيبستيان جيلبرتو، هيكونوا موجودين وحاضرين، وتم دعوه ايضا عدد من نجوم كره القدم العربيه والافريقيه لحضور مراسم القرعه اللي هتبدا باذن الله الساعه 10. محمد سعيد مراسل قناه النادي الاهلي، شكرا جزيلا لك. محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي إن بعثة الفريق الأول لكرة القدم برئاسة خالد الدرندلي أمين الصندوق ستسافر إلى الإمارات يوم 25 من مارس الجاري. وأوضح مرجان أن بعثة الأهلي ستسافر عبر طائرة خاصة استعدادا لمواجهة أهل الفجيرة وديا يوم 27 من مارس، وذلك ضمن احتفالات مرور 50 سنة على تأسيس النادي الإماراتي الشقيق. وأضاف مرجان أنه على تواصل دائم مع مسؤولي أهل الفجيرة من أجل الاطمئنان على كافة الترتيبات التي تخص البعثة سواء في الاستقبال أو الإقامة ووسائل الانتقالات وغيرها من الأمور لضمان توفير أقصى قدر من الراحة للفريق.
يقود أحمد أيوب المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات الفريق غدا الخميس بسبب سفر حسام البدري المدير الفني إلى كندا لقضاء إجازة قصيرة مع أسرته، مستغلا فترة توقف الدوري العام بسبب انشغال المنتخب الوطني بالأعداد لمونديال روسيا. ويستأنف الأهلي تدريباته غدا بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها عقب مباراة مونانا والتي أقيمت في الجابون والتي تأهل من خلالها الفريق إلى دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. ويتسلم المدرب العام بالأهلي تقريرا مفصلا عن حالة اللاعبين الذين لم يسافروا مع الفريق إلى الجابون، خاصة الثنائي حسام غالي وباسم علي، لتحديد فرص مشاركتهما في التدريبات الجماعية. توجه حسام البدري المدير الفني بالأهلي في الساعات الأولى من صباح اليوم إلى كندا لقضاء إجازة قصيرة مع أسرته، على أن يلحق ببعثة الفريق في الإمارات استعدادا للمباراة الودية أمام أهل الفجيرة الإماراتي والتي تقام يوم 27 من مارس الجاري، على أن يعود الأهلي من الإمارات يوم 28 لمواصلة تدريباته استعدادا للمباريات المتبقية من بطولة الدوري الممتاز. وكان الأهلي قد حسم الفوز ببطولة الدوري العام وتأهل إلى دوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ويستعد حاليا للمباريات المتبقية من عمر مسابقة الدوري. قال الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إن مركز حراسة المرمى في الفريق يعيش حالة من الاستقرار الفني، وإن الأهلي لا يفكر في ضم حارس جديد نظرا لامتلاك الفريق 3 حراس على أفضل مستوى وهم شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي. وقال طارق سليمان مدرب الحراس إن مشاركة إكرامي ولطفي واردة في المباريات المتبقية من الدوري الممتاز بعد فوز الأهلي رسميا باللقب، ولكنها تخضع لرؤية الجهاز الفني. قال طارق سليمان مدرب حراس المرمى بالأهلي إن انضمام محمد الشناوي للمنتخب هذه المرة مختلف عن الفترات التي سبق وانضم فيها عندما كان لاعبا في بتروجيت والتي كان فيها الحارس الثالث. وأكد سليمان أن الاختيار الآن مختلف بعد انضمامه للمنتخب من الأهلي، خاصة أنه لعب تحت ضغوط كبيرة، ولهذا لا يتوقع أن يكون هناك حسم لمشاركة حارس معين للمنتخب في كأس العالم، وأن الأمور سوف تتضح بصورة كبيرة من خلال المباريات الودية. يخضع شريف إكرامي حارس مرمى الفريق لاختبار طبي غدا الخميس على هامش المران الجماعية، ويحدد الاختبار الطبي للاعب وفحصه طبيا مدى إمكانية لحقه بالمباريات والمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق. وكان إكرامي يعاني من كدمة شديدة في وجه القدم أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة الماضية. ينتظم حسام غالي لاعب وسط الفريق في التدريبات الجماعية للأهلي غدا الخميس والتي تقام على ملعب التتشي بالجزيرة. وأكد الجهاز الطبي للأهلي أن اللاعب شارك في تدريبات الكرة مع اللاعبين الغائبين عن مواجهة مونانا الجابوني الأخيرة، وبات جاهزا للمشاركة في المباريات والتدريبات الجماعية. وكان غالي قد غاب عن مباريات الفريق في الفترة الأخيرة بسبب إصابته بشد في العضلة الخلفية، بينما تخلف عن المشاركة في مباراة مونانا الجابوني لغيابه عن القائمة الإفريقية. ينتظم باسم علي الظهير الأيمن بالأهلي في التدريبات الجماعية للفريق غدا الخميس بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن المباريات الأخيرة للفريق،
وأكد الجهاز الطبي للأهلي أن اللاعب تخلص من آلام الشد في العضلة الأمامية التي أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات خلال الفترة الماضية، وسينتظم في التدريبات غداً. إدارياً، قرر مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي برئاسة الكابتن محمود الخطيب تعيين المنتج هشام جمال مستشاراً فنياً للشركة للاستفادة من خبراته الكبيرة في مجال الإعلام وخاصة التلفزيون، وذلك للعمل على تطوير قناة الأهلي حتى تتمكن من تقديم محتوى إعلامي يليق بالنادي ويسعد جماهيره الغفيرة في كل مكان. وجاء قرار التعيين متضمنا عدم حصول هشام جمال على أي مقابل مالي، وهو ما طلبه وأكد عليه منذ البداية لرغبته في خدمة الأهلي وتعاون مع مجلس الإدارة الحالي دون أن يكون هناك مقابل، لذلك خاصة أنه يعشق الأهلي ويتواصل مع جماهيره. وإلى الأخبار المحلية، حيث انضم محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي اليوم إلى معسكر المنتخب الوطني في سويسرا للمشاركة في وديتي البرتغال واليونان المقرر إقامتهما يومي 23 و 27 من مارس الجاري. ويشارك هداف الدوري الإنجليزي في المران الثاني للفراعنة مساء اليوم بعد أن تغيب عن المشاركة في المران الأول بعد حصوله على إذن من أجل خوض زيارة سريعة لناديه السابق بازل والذي بدأ فيه مسيرته الاحترافية بأوروبا. يغادر المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة إلى مدينة زيورخ السويسرية غدا الخميس لحضور ودية منتخب مصر أمام نظيره البرتغالي المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل على ملعب ليدز ويجراند. وكان المنتخب قد أدى تدريبه الأول مساء أمس بمدينة زيورخ السويسرية وسط الثلوج استعدادا للقاء البرتغال، وشارك في المران جميع اللاعبين فيما خضع الرباعي عبد الله السعيد وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وعمر جابر لتدريبات تأهيلية بسبب الإصابات التي يعانون منها. أعلن اتحاد الكرة رسمياً انضمام 3 عناصر جديدة للجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بداية من معسكر سويسرا الحالي، والذي انطلق أمس ثلاثاء استعداداً للمشاركة في مونديال روسيا 2018. وضم كوبر الثلاثي الجديد في جهاز المنتخب وهم الإنجليزي لوران بانك مسؤول التغذية والإيرلندي جون كيلي مدرب القوة البدنية والأرجنتيني سيفيرو كوستافو مساعداً للمدرب. يصل غدا الخميس طاقم الحكام الإيطالي المكلف بإدارة المباراة الودية التي ستجمع بين منتخبي مصر والبرتغال يوم الجمعة المقبل في مدينة زيورخ السويسرية ضمن استعدادات الفريقين للمشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم 2018 والمقرر إقامتها في روسيا صيف العام الجاري. ويتكون الطاقم الإيطالي من باولو مازوني حكم ساحة ويساعده ماتيو باسيري وفابيانو براتي، إضافة إلى الحكم الرابع ماركو جودي وديفيد ماسا حكم فيديو وأندري كريسبو مساعدا له. إلى أخبار المنتخب الأولمبي، يؤدي المنتخب الأولمبي
بشكر اللعيبة وبشكر الجهاز الفني، بذلوا مجهود كبير جدا. ماتش طبعا لحد آخر ثانية قاعدين على أعصابنا، بس الحمد لله يعني اللعيبة ربنا وفقهم في الآخر، وبطولة غايبة من 2010 الحمد لله ربنا كرمنا. ما فيش حاجة اسمها ألعاب شهيدة، كل الألعاب هيبقى فيه اهتمام بيها، مركزين هتلاقونا موجودين في كل الألعاب. لسه احنا في التنظيم بتاع بطولات الطايرة وبطولات الهاندبول النهاردة ومبارح، احنا في الباسكت ان شاء الله بإذن الله في اهتمام بكل اللعبات وفي تدعيم لكل اللعبات، وبإذن الله الفترة اللي جاية النادي الأهلي يبقى رقم واحد في كل اللعبات. بشكرهم على يعني ان إصرارهم لحد آخر دقيقة، وان شاء الله يعني في بطولة الدوري وان شاء الله اللي جاية يبقى أفضل بإذن الله. لسه كنت معاك امبارح فعلا يعني في المباراة بتاعت السيدات، والحمد لله توفقنا فيها، ويمكن ساعتها قلت لك ان روح النادي الاهلي واصرار النادي الاهلي هم اللي حسموا اللقب. برضو يعني هو فعلا النادي الاهلي الحمد لله ما يميزه ان كله بيشتغل بوتيره واحده، كله بيشتغل بنفس الفكر. برضو شفنا الاصرار النهارده من رجال النادي الاهلي في الباسكت، وقدروا يحسموا اللقب برضو باصرارهم وبروحهم. برضو ما اختلفش كتير عن مباراه امبارح، مباراه كانت قويه جدا، نديه بشكل عالي جدا، بس الحمد لله الاصرار والروح ورجوله اللعيبه حسمت الحمد لله. التوليفه هايله وكابتن طارق بيديرهم بشكل كبير كويس. المباراه كانت صعبه علينا يعني جدا من ناحية العصبيه، لكن فعلا اداء اللعيبه ومع التوليفه الفنيه المعموله زي ما انت بتقول يا كريم محققه بصراحه شكل كويس جدا في الملعب، ويعني يمكن البطوله كانت غايبه عننا بقالها كذا سنه، فالحمد لله يعني دي تضاف ليهم وتحسب ليهم، وان شاء الله البطولات قادمه ليهم كتير باذن الله. بقول مزيد من البطولات لكل ابطالنا. احنا امبارح اجتمعنا انا واستاذ العمري فاروق مع الفرقه، الحقيقه يعني انا ببارك للكابتن طارق وببارك للاعبين، وبقول لبقيه الفرق الموسم لسه ما انتهاش. الاهلي ما بيشبعش بطولات. بتمنى باذن الله كل الفرق الاخرى والفريق الرجال اقرب حاجه لينا اللي هي البطوله الافريقيه، بقول جود لك باذن الله علشان الانتصارات تتلاحق باذن الله. الحمد لله رب العالمين على الفوز طبعا لتاني بطوله السنه دي في الظروف اللي احنا فيها. مش عايز اتكلم على حاجات كتير قوي، اللعيبه رجاله، ما حدش هكلمك على حاجات تخص فرقتي الفتره اللي فاتت، مش هتكلم على حكام، لان احنا انا اول مره اشتكي او نتكلم ان انا بقى لنا 3 شهور من بعد دوري مرتبط احنا الناس لما تكون عايزه تخسرنا، واشتكينا للكلام ده اكتر من جنب ما فيها النادي. اللي الناس ما تعرفوش انا عندي مهند صباغ صليبي الغنام ده تاني يوم ينزل فيه التمرين بعد الماتش الاولاني، مودي الجرح النهارده مودي الجرح. فرحة كبيرة طبعا مع الكابتن طارق خيري والنجوم الكبار طبعا كابتن شافعي وكابتن محمود عادلي وكابتن محمد القوسي، طبعا حاجة رائعة جدا زي ما احنا بنقول. كابتن طارق كان ليه مجهود كبير وكان ليه دور كبير، عايز اروح له تاني ومش عايز اسيبه على الفرحة الكبيرة ده. كابتن طارق العلاقة دي على ما اعتقد ليها تأثير كبير، والحب الكبير بين اللعيبة والمدير الفني ده بينعكس بشكل كبير جدا يا كابتن طارق في الملعب. طبعا اكيد انا علاقتي بفرقتي علاقة بره الملعب مختلفة، جوه الملعب حقك وحقي ورولز ولايحه وحاجات كتير قوي، كله بياكل على حسب ما بيدي. انا بس بتكلم على ظروف الفيل الفرقه الفتره اللي فاتت دي. الغنام كانت اصابه في الظهر مش لاقيين لها علاج، مهند صليبي امبارح ماتش السيمي فاينل مع سموحه، محمد ابو النصر سبرين انكل، مودي الجرح الاقيلس التهاب في الاقيلس. فانا عندي ناس كتير قوي بتلعب وهي مصابه، هو ده اللي الناس ما تعرفوش. فانا بشكر فرقتي على ان هم قدروا يلعبوا كاس مصر وهم بيلعبوا وهم مصابين او من غير اللعيبه اللي غايبه. الحمد لله رب العالمين، ده معدن النادي الاهلي، الناس بتبقى تحت ضغط بتقدر تلعب، الناس بتقعد تغلط فيها، والحمد لله رب العالمين ولكنهم سامعين. انا في الاخر الحمد لله انا راضي على الاداء اللي هم عملوه الفتره اللي فاتت دي كلها، وربنا يكرمنا الدوري لسه حتى في الملعب، ربنا يكرمنا في اللي جاي. وإلى الكرة الطائرة، حيث فاز الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي على نظيره أولشتن البولندي في المباراة الودية التي جمعت بينهما أمس على هامش معسكر الفريق في بولندا استعدادا لبطولة أفريقيا للأندية، والتي ينظمها النادي الأهلي خلال الفترة من 25 من مارس الجاري وحتى 6 من إبريل المقبل. وفريق عرضا قويا تحت قيادة محمد مصلح المدير الفني، ونجح في الفوز بثلاثة أشواط مقابل شوط بعد أداء مميز حرص خلاله مصلح على الدفع بكل العناصر للتأكد من جاهزية الجميع للبطولة.
فاز فريق كرة الماء بالنادي الأهلي على الزمالك بنتيجة 11-3 في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار منافسات بطولة الجمهورية، وقدم الفريق أداء قويا ومميزا استحق عليه الفوز بهذه النتيجة الكبيرة، ورفع رصيده من النقاط إلى 33 نقطة. ويسعى الجهاز الفني للأهلي بقيادة المدير الفني عمر سامي إلى إعداد الفريق بشكل قوي لمواصلة الانتصارات والاستمرار في المنافسة على لقب بطولة الجمهورية. فاصل قصير ونستأنف نشرتنا الرياضية، ابقوا معنا. وإلى أخبار الأهلي في الصحف والمواقع، والبداية مع الأهرام. البدري: لسنا في حاجة لمهاجم وأرفض قائمة الثلاثين. الأخبار: عبد الحفيظ يزور والدة محمد عبد الوهاب في عيد الأم. الوفد: الأهلي لا نفوض لاعبين جدد حالياً. المصري اليوم: الأهلي ينتظر قرعة دوري المجموعات في دوري أبطال إفريقيا. وفي الشروق: عبد العزيز عبد الشافي يكشف حقيقة مفاوضات التجديد للبدري. اليوم السابع: آلام الأذن تهدد سفر صبري رحيل مع الأهلي للإمارات. الوطن سبورت: الأهلي يبحث تنظيم ودية خلال فترة التوقف. رياض 24: أحمد أيوب يقود الأهلي فنيا في غياب البدري. يلا كورة: الأهلي التجديد للبدري أمر منطقي ولم نحدد الصفقات الصيفية بعد. مصراوي: اتحاد الكرة نصمم درعا جديدا للأهلي ولن يلعب مبارياته الإفريقية بالقاهرة. يوروسبورت عربية: البدري يسافر إلى كندا ويطلب تقريرا عن المعارين للدوري السعودي. وقبل ختام نشرتنا مع فقرة زي النهاردة 21 مارس عام 2004، الأهلي يفوز على بلدية المحلية بثلاثية نظيفة في الأسبوع 15 من الدوري الممتاز، وأحرز أهداف الأهلي جيلبرتو وحسن مصطفى، وأحرز الهدف الثالث لاعب بلدية المحلة حمادة عبد الحليم بالخطأ في مرمى. إلى هنا تنتهي النشرة الرياضية من قناة النادي الأهلي، دمتم في أمان الله.